رسالتي للشعب بتاعنا في جنوب السودان انه ما يفقدوا الامل ويكون عندهم الامل، لانه على الرغم من انه نحن مارين باكتر فتره بتاع ظلام في بلد بتاعنا في تاريخ بتاعنا القصير كدوله مستقله وكشعب عنده سياده كامل، انا بقول للشعب بتاعنا انه مسؤوليتنا كلنا كمواطنين بتاع جنوب السودان انه نحن نشتغل ونجيب سلام في بلد بتاعنا، نوقف الحرب. ما نشوف السلام ده كانوا ده حاجة بتاع مفاوضات بس بين الغادم، سلام ده مسؤولية بتاعنا كلنا. الانقسامات اللي حصل والقبلية اللي حصل والقتل الكتير اللي حصل، ناس قتلوا بعض، ده لازم يجي للنهاية عشان نحن نقدر نبني بلد فعلا بتاع سلام، نعيش في سلام، يالنا يكونوا عايشين في سلام. نحن دايرين بلد نحن نقدر في سلام نشتغل ونخلق ثروة عشان يكون عندنا حياة كريمة ويكون عندنا حرية حقيقية. نحن الرؤية بتاعنا زي ما موجود في نشيد الوطني بتاعنا انه بنطلب من ربنا ونطلب من جنوب السودان ذاته عشان ما يمسكنا موحدين ونعيشوا في سلام وفي محبة ووئام كجنوبيين. الحلم ده في أغنية بتاعنا النشيد الوطني هيتحقق وهيحققه كلنا كمواطنين عشان إحنا نقدر نداوي نفوسنا، نقدر نعالج الأخطاء الكبيرة اللي إحنا سببناه لأنفسنا والموت الكثير اللي حصل والجروح الكثير اللي مر بينا. رسالتي للقادة خاصة القادة القاعدين الحرب زي الرئيس الفكير والنائب الرئيس السابق دكتور ياك مشار إنه كفانا الحرب، ده وقت نحن نوقف الحرب ونجيب السلام ونبني سلام في بلد بتاعنا عشان نقدر نحقق الحلم اللي كان في قلب وفي خيال وفي مخ بتاع مؤسس وقائد بتاعنا أبو بلدنا دكتور جون غارانغ ديمبيور وكل الشهداء اللي كانوا بيحلموا إنه وهم ماتوا إنه بلد ده هيكون بلد بتاع خير، بلد بتاع سلام، بلد بتاع رفاهية لكل الشعب. نحن لازم نحقق الحلم بتاع كل الشهداء بتاعنا ونخلي بلد بتاعنا فعلا بلد بتاع سلام، حرية ورفاهية لكل المواطنين بدون أي تمييز وكلنا نكون موحدين فيه. شكرا.